عندما يأتيك الخذلان من الشخص الذي كنت تستثنيه دائما، فأنت لا تفقد الثقة بشخص واحد، بل تفقدها بالجميع. ستعيش بعدها فزع، ولن تسمح لأحد بالاقتراب منك. ليش؟ لأنك ترى الجميع مشاريع خذلان مع وقف التنفيذ. ستتلبد ولن تؤثر الكلمات فيك بقدر ما ستثير فيك الفزع. شعورك كالذي نجا من الغرق بأعجوبة. صحيح أنه نجا، لكنه سيخاف الماء إلى الأبد، كالعصفور الذي لم تقتله الرصاصة لكنها أفقدته أمان الشجرة إلى الأبد، كالمبتورة يده لا يرى سواها. يحدث أحبتي أن يبقى الناس عالقين في جروحهم. أعان الله كل من أتي من مأمنه، ولا سامح الله كل من دخل قلبا فنزع منه طمأنينته. والله يحفظكم وأهليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.